بسم الله الرحمن الرحيم. بنستكمل مع بعض الـ ENT course for undergraduates. احنا كنا بدأنا الـ complications of otitis media، وكنا خدنا الماستوديتس وكملناها في المحاضرة اللي بعدها، وخدنا معاها الفيشل نيرف بولسي due to otitis media، وكنا عرفنا ان الاثنين دول تحت الـ classification بتاع الـ cranial complications او الاسم temporal complications. متفقنا ان ده ممكن يجي question، يعني enumerate الـ cranial او enumerate الـ temporal و give an account مثلا. طيب لسه عندنا اتنين تانيين cranial او temporal complications، الاتنين دول النهاردة ان شاء الله هنغطيهم، الـ petrositis والـ labyrinthitis. اتفقنا البتر اسمها بترس بون، واللابرنث labyrinth بوني labyrinth، عشان كده سميناها بوني complication او cranial complication. هنبدأ بالاولانية بتاعتهم اللي هي البتروزايتس. الاسم واضح، بتروزايتس دي يعني inflammation of air cells in the petrous apex. طيب دكتور حازم، احنا زمان لما خدنا الماستويد اناتومي الماستويد اير سيلز قلتلنا ان مش كل الناس عندهم نيوماتايزد اير سيلز، قلتلي في 85% تقريبا و 15% تقريبا. طيب لكن مش كل ال 85% نيوماتايزيشن مش كلهم عندهم ابيكال سيلز، 30% بس من الناس دول عندهم ابيكال سيلز، يعني 30% من البوبوليشن عندهم ابيكال سيلز، عندهم البيتريس ابيك سيلز، وبالتالي 30% من الناس لو جالهم اوتيتس ميديا يبقى عندهم العرضه للكومبليكيشن دي. يبقى الكومبليكيشن دي از نوت ذات ماتش كومن، لانها بتحصل في الاير سيلز بتاعت البيتريس ابيك، 30% بس من الناس عندهم نيوماتايزيشن هناك، وغالبا بتبقى محتاجه كمان سبب لللورد اميونيتي زي الدايابيتس على سبيل المثال. لو حضرتك بصيت في الصوره زي ما اتفقنا زمان، كنا بنقول ان دي اسمها الباري ساينس سيلز، الانترال سيلز، الباري انترال سيلز، ساينوديورال سيلز، طيب الريتروفاشيال سيلز، وكان لو بصيت في الصوره في الزايجوماتيك سيلز وفي البيتراس ايبك سيلز. البيتراس ايبك سيلز دي موجوده في 30% من البوبوليشن. طب ايه الاعراض؟ الاول قبل ما اسالك على الاعراض لازم ابقى عارف البيتراس ايبكس ليها ريليشن بمين. لو بصيت معايا في الصوره دي هتلقى البيتراس ايبكس هنا ليها ريليشن مع الترايجيمينال نيرف في الميكلز كيف. طيب الترايجيمينال جانجليون هنا قريب من البيتراس ايبكس، كمان هنا لو قربنا شويه ميديال سايد الكافيرنس ساينس في نيرف مهم جدا في المكان ده، كان في الكافيرنس ساينس كان بيعدي، كان اسمه السيكث نيرف اللي هو الابديوسنت نيرف. يبقى انا عندي هنا تو ستراكشرز مهمين جدا 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 ليهم علاقه بالبيتريس ايبكس. اول واحد الترايجيمينال جانجليون او الترايجيمينال نيرف، والابديوسنت نيرف في الريليشن اللي ما بينه وما بين الكافيرنس ساينس. طيب كده تقريبا انت هتفهم الساينز والسيمتومز بتاعت ده هيبقى عباره عن ايه. يعني ما هو لو حصل انفلاميشن في البيتريس ايبكس يبقى اكيد الحاجات اللي حواليه هتتاثر. طيب حاجة اسمها جرادينيجوس تريات، وأرجوك خد بالك منه، ده سؤال شفوي مهم، سؤال ريتن مهم جدا جدا جدا، وبروبلم سولفينج خطير. يعني لو جالك عيان وقال لك إن هو عنده واحدة التلاتة اللي أنت حضرتك شايفهم قدامي دول أنا هشرحهم حالا مع الهيستوري أوف كرونيك إير، على طول شخص جرادينيجوس تريات اللي هو السيمتومز بتاعت البتروزايتس. أول حاجة الديسشارج، الديسشارج اول حاجه في الديسشارج. طيب تاني حاجه ديبلوبيا اند سكوينت، ليه حصل ديبلوبيا وسكوينت؟ 6 نيرف بولسي، 6 نيرف باراليسز اللي هو الابيوسنت نيرف، فبيحصل حاجه اسمها كونفرجنت سكوينت، واصحابنا او اخواتنا بتوع الرمد بيسموها الايزوتروبيا لانها بتحصل في ناحيه واحده. طيب يبقى الديبلوبيا او السكوينت عشان ال 6 نيرف بولسي زي ما حضرتك شايف كونفرجنت او ايزوتروبيا زي ما اتفقنا الاسم المثالي بتاعها لانها بتبقى يونيلاترال. والفيشيال بين، ليه حصل فيشيال بين؟ ما انا قلت لك بقى الفيفث نيرف اللي هو الترايجيمينال المسؤول عن السنسيشن. يبقى لو لقيت التلاته دول في الامتحان في كويز قال لك البيشنت بريزنتنج بديسشارج وبعدين حصل له ديبلوبيا او بدا يشوف الحاجه اتنين دبل فيجن الاسم التاني بتاعها، وبعدين الاكزامينشن باين ان في سكوينت، وبعدين انا عنده يونيلاترال فيشيال بين، يبقى ده اسمه جرادينيجوس تراياد اللي هو باثوجنومونيك او دايجنوستيك اوف بتروزايتس. طيب ايه الانفستيجيشنز؟ خلاص بقى زهقنا، نفس الكلام، الاوديومتري اللي هيبين نوع التست اللي هو غالبا كوندكتيف هيرنج لوس، وممكن يبقى كوندكتيف مع سنسوري نيورال لو كمان حصل لابيرنثايتس. يبقى اغلب الحاجات اللي بتسبب البتروزايتس يا اما كوليستياتوما وده الاشهر، يا اما هيكون الاكيوت اكزاسربيشن اون توب اوف كرونيك سابيروتاتيس ميديا وده الرير، وبالتالي الاوديومتري هيكون كوندكتيف هيرنج لوس
يا يكون ميكسد لو كان في معاه associated labyrinthitis. Cultural sensitivity of the discharge. وحرك أرجوك افهم إن أي complication حرك لازم تعمل CT scan. ليه؟ Confirm your diagnosis و exclude other complications. خلاص؟ طيب ايه treatment؟ hospitalization. اتفقنا زمان اي complication على طول hospitalization. ودي antibiotics. خلاص؟ وكنترول الحاجة اللي عاملها لك اللورد اميونيتي اللي هي الديابيتس. يبقى hospitalization وكنترول الديابيتس. ودي تاني مرة تسمع فيها كلمة ديابيتس. سمعناها مرة في المالجنانتيتس اكسترنا. دي تاني مرة غالبا تسمعها. الhospitalization وبكنترول البريديسبوزنج فاكتور اللي هو الديابيتس. antibiotics بديها ولازم انظف البيترس ايبك سيلز. فبعمل راديكال ماستويدكتومي عشان اقدر اوصل منها للبيترس ايبك سيلز واقدر اعمل بيترس درينج او بيترس ابيكال سيلز درينج جوه الدياجنوز جوه التريتمنت بتاعك او جوه السيرجيكال مانجمنت بتاعنا. دي الكومبليكيشن اللي اسمها بيتروزايتس. طيب لابرينثايتس ارجع معايا تاني بالاناتومي. زمان كان في البوني لابرينث وكان في الممبرينس لابرينث. طيب المره دي بقى احنا بنتكلم انفلاميشن اوف ذا انر اير. يعني انفلاميشن وصل لحدود اللابرينث. طب هو هيوصل ازاي للانر اير؟ يا اما دايركت اكستنشن ودي الغالبيه العظمى عن طريق الكوليستياتوما دايركت ايروجن. الكوليستياتوما اللي موجوده في الميدل اير بتعمل دايركت ايروجن وبالتالي بدل ما كان فيه كوندكتيف هيرنج لوس هيبقى كوندكتيف وسنسيو نيورال يعني ميكسد. او بيرفورمد باث واي. افتكر معايا كده في محاضره اول محاضره خدناها في الكومبليكيشنز هحط لك ان شاء الله اللينك بتاعها تحت الفيديو ان كان في حاجه اسمها بيرفورمد باث واي واتفقنا ان واحد من اشهرهم الاوفال ويندو والراوند ويندو اللي ممكن من خلالهم الانفكشن يوصل لللابيرنث سواء بقى اون توب اوف سيف تايب اللي هو الاكيوت اكزاسيربيشن او الاشهر زي ما اتفقنا بالدايركت اكستنشن اللي هو الكوليستياتوما. طيب اتصور معايا انفلاميشن وصل لللابيرنث ايه اللي هيحصل فيه؟ انا محتاج افهم الاول الباثولوجي بتاعه. اول حاجه هيبقى لوكالايزد يعني في مكانه وبعدين ينتشر. يعني ايه لوكالايزد؟ لوكالايزد يعني اريتيشن. يعني الاول الباثولوجي كوليستياتوما او اكيوت اون توب اوف كرونيك وصل هناك هيعمل اريتيشن. فاول حاجه هيعملها ايه؟ يعمل دايركت ايروجن. واشهر حاجه بتبقى ايرودد اللاترال سيميسيركلر كانال. الكوليستياتوما تعمل دايركت ايروجن لللاترال سيميسيركلر كانال وده زي ما اتفقنا ده الاشهر. انما ممكن يحصل عن طريق الاكوت اون توب اوف كرونيك يحصل الاكستنشن ثرو ناتشرال باثوي. لكن دلوقتي احنا بنتكلم على الاشهر اللوكالايزد لابرينثايتس او اللي بنسميها الفيستولا. ده تراك اتفتح ما بين الميدل اير وما بين الانر اير عن طريق الدايركت كوليستياتوما ايروجن واشهر واحد بيحصل له كده هو اللاترال كانال. طب اتصور حصل فتحه هول بيرفوريشن في اللابيرنث ايه اللي هيحصل له؟ ليك. يعني اللي هيحصل له ليك الفلويدز اللي موجوده الباري ليمف الفلويدز اللي كانت موجوده في البوني لابيرنث. طب عيان عنده ليك في الفلويدز اللي بتعمل البالانس يبقى العند هيبقى عنده ايه؟ ايوه هيبدا يظهر عندي حاجه اسمها ديزينس. هيبدا يظهر عندي فيرتيجو اللي انا ما كنتش بتكلم عليه في الكومبليكيشنز اللي فاتت. يبقى اول حاجه لوكالايزد لابرينثايتس او فيستولا اللي هي دايركت كوليستياتوما ايروجن موستلي بيتافكت اللاترال كانال. وبعدين هيحصل الديفيوز لابرينثايتس اللي هي ايه بقى؟ اولا بتبقى سيرس يعني مجرد سيرس فلويد موجود ثم تتحول السيرس فلويد الى سابيوريشن. مش بيفكرك ده بحاجه؟ زمان لما كنا بناخد الباثولوجي اوف اكيوت اير كنا بنبدا كاتارا اللي هو سيرس وبعدين نبقى سابيوريشن. هو ده الباثولوجي بتاع اي انفلاميشن في الدنيا على فكره ان يبدا الاول سيرس ترانسيوديت وبعدين يبقى سابيوراتيف اكسيوديت. فبعد ما خلصنا اللوكالايز احنا بنتكلم باثولوجي لسه ما كلمناش سيمتوماتولوجي. يبقى عندنا الديفيوز اللي في الاول خالص بيبقى سيرس فلويد بيبقى اسمه سيرس ديفيوز لابرينثايتس او يبقى باس اللي هو سابيوراتيف لابرينثايتس او سابيوراتيف ديفيوز لابرينثايتس. المشكلة مع الباس ان بيحصل فيه destruction للنيورو ابيثيليوم. الباس يحب ياكل يحب ينهش اللي حواليه فيعمل destruction للنيورو ابيثيليوم يبقى هيعمل sensory neural hearing loss بيكون permanent لانه دمر النيورو ابيثيليوم. ويقدر في نفس الوقت يوصل للمننجيز يقدر يوصل للمننجيز فيقدر يعمل meningitis. فأرجوك افهم ان السيرس طيب وابن حلال انما separative permanent sensory hearing loss وممكن يبقى track للكومبليكيشنز الخطيره الثانيه من انجايتس ثم بعد شهر اللي هو او الحاجات الاخرى اللي بتحصل يبقى تراك يبقى للمننجايتس ثم للبرين ابسس وهكذا. طيب الكلينيكال بيكتشر برضو خدهم حسب الستيج بس الاول ثبت لي الثلاثه الثابتين
التلاتة السابقين هم decreased hearing مع تينيتس أخوه ومع الديسشارج. إنما دلوقتي هنبدأ ناخدهم واحدة واحدة. اللوكاليزد لابرينثيتس لو كانت الفيستولا صغيرة غالبا بتبقى اسيمتوماتيك. إنما لو الفيستولا كبيرة شوية العين هيبقى عنده فيرتيجو، لكن الفيرتيجو أو الديزنس بتاع العيان ده ما بيبقاش سبونتينيوس. يعني إيه؟ يعني بيبقى إيلاسيتد، يعني في حاجات معينة بتخليه يحصل، هناخدها كمان شوية. يبقى الديزنس اللي عند البيشنت ده مش موجود، العيان عمال بيشتكي عمال على بطال من ديزنس، لا، في حاجات معينه لما بتحصل سواء العيان بيعملها باي اكسيدنت او الدكتور بيعملها يبدا يظهر الفيرتيجو. افهم بقى ان مع الفيرتيجو دايما هتظهر حاجه تانية اسمها نيستاجماس. نيستاجماس دي الاوستيليشنز اللي بتحصل في العين. وفي حالات الفيستيبولر نيستاجماس ارجوك خد بالك، لان النيستاجماس انا عارفه درس دايما بايخ وتقيل. حالات السنترال نيستاجماس كان بيبقى النيستاجماس بتاعنا فيرتيكال اب بيتنج. انما في حالات الهوريزونتال الفيستيبولر نيستاجماس اللي هو زي هنا بتاعنا احنا بتاع الودن ده بيبقى هوريزونتال، يعني سايد تو سايد سايد تو سايد. طيب ده بيبقى ايلاسيتد. ايلاسيتد يعني ما هو الفيرتيجو ايلاسيتد. ايلاسيتد يعني ايه؟ يعني مش سبونتينيوس، يعني مش على طول، لا، حاجات معينه بتظهره. فلما هيظهر الفيرتيجو هيظهر معاه اخوه النيستاجماس، بيبقى irritative. irritative يعني الأذن اللي فيها البروبلم فيها irritation، فالعين تروح لها، يعني العين تروح لها. حلو كده. يبقى towards the affected ear بتبقى ايه؟ بتبقى towards the affected ear. يبقى العين بتلعب ناحية مين؟ ناحية الaffected ear. ده اللي اسمه irritative، ده اللي اسمه irritative. خلاص. طيب في حاجة اسمها فيستولا ساين. فاكر زمان جبت لك عليها كلمة في محاضرة من محاضرات البراكتيكال، وقلت لك ان احنا بنستخدم النيوماتيك اوتوسكوبي علشان نعمل حاجة اسمها اديتكت الفيستولا ساين. وجبت لك سيرتها برضو زمان مع التريجس، لما قلت لك الاوتيتس اكسترنا لما ببرس عليها ولقيت العين اتوجع يبقى اوتيتس اكسترنا، لكن لو عملت عليها ريبيتيتيف بريشر فالعيان داخ وبقى عنده نيستاجماس يبقى فيستولا ساين. حلو كده. ركز بقى معايا في الفيستولا ساين اهو، دي اسمها ايلاسيتد. ايلاسيتد يعني ايه؟ يعني العيان ابن حلال، طيب ماشي، ما عندوش السيمتوم بتاع الديزنس والنيستاجماس، انت عايز تعرف العيان عنده فيستولا ولا لا، اعمل فيستولا ساين. ازاي؟ ريبيتيتيف بريشر على التريجس، اكنك بتبوش جاشز اوف اير على الاير درام، فبتحرك الهواء اللي موجود في الميدل اير فيحرك الفيستولا، العين يدوخ ويحصل له نيستاجماس. او يبقى سيجلايزيشن اللي هو النيوماتيك اوتوسكوب، انك بتنفخ الكف فالدرام تتحرك فالهواء اللي في الميدل اير يتحرك فالفيستولا تتحرك فالعين يدوخ، يبقى فيرتيجو ومعاه نيستاجماس اللي هو بيبقى irritative، يعني towards العين الاذن اللي فيها المشكله. يعني لو الاير اللي فيها الفيستولا رايت ابص العين بتتحرك towards the right side وبترجع تاني بالراحه للنص، يعني تروح ناحيه الودن اللي فيها المشكله، تروح ناحيه الودن اللي فيها المشكله. الطريقه الثالثه اللي تقدر تإيلاسيت بيها الفيستولا ان لو عندك granulation tissue او oral polyp موجود في السينوسري كانال وسببه الكوليستياتوما اللي عملت الفيستولا، لو حضرتك عملت عليها مانيبيوليشن بسكشن او لمستها بمسبر اللي هو البروب، يعني لعبت بيه على البوليب ده، العين يدوخ لان البوليب ده اتاتشد للفيستولا، اتاتشد بالكوليستياتوما للفيستولا. عشان كده ما بنحذر ان لو في اورال بوليب ما نشدوش، لانك انت ممكن تكريت بروبلم اكتر من كده، لانه بيبقى اتاتشد للستراكشرز اللي جوه زي الفيستولا او في حالات اخرى للفيشيال نيرف. طيب يبقى ثلاث حاجات يخلوك تعرف العين عنده فيستولا ساين ولا لا بوزيتيف. يعني لو ريبيتيتيف بريشر، وده اللي العين ممكن يعمله باي اكسيدنت ويليسيت لنفسه النيستاجماس والفيرتيجو، او سيجلايزيشن في عيادتك انك تنفخ بالكاف وانت باصص على الودن فتلاقي عين داخ وعنده نيستاجماس، او المانيبيوليشن ان اورال بوليب. طب يا ترى بقى يا دكتور حازم، هل في عيانين بيبقى عندهم فيستولا ولما تيجي تليسيت الفيستولا ساين العيان ما يحصلش عنده نيستاجماس وديزنس على الرغم انه عندهم فيستولا؟ افهم الكلام بقى. يعني ايه؟ يعني انت بتحاول تطلع الفيستولا ساين، لقيت العيان عنده نيجاتيف فيستولا ساين، هل ده اكسكلود تماما ان العيان ده عنده فيستولا؟ لا، مش لازم بالضروره يكسكلود الفيستولا. يعني ايه؟ يعني في حاجه اسمها فولس نيجاتيف فيستولا تيست او فولس نيجاتيف فيستولا ساين.
اللي معناه ان العيان عنده فيستولا بس حضرتك معرفتش تكتشفها. طب ليه بقى؟ لو كانت الفيستولا سو سمول، مهما تعمل حضرتك بريشر هنا، سوري، مهما تعمل هنا بريشر، مهما تعمل سيجاليزيشن، مهما تعمل مانيبيوليشن، الفيستولا صغيره، وبالتالي العيان ما عندوش لا نستاجمس ولا ديزنس. طيب، او ان الفيستولا مقفوله هيدن باي ذا كوليستياتوما، الفيستولا نفسها كبيره لدرجه انها قافله عليه وبالتالي هيدن. طيب، او ان الودن دي ديد اير، مفيش فيها ريسبونس، مفيش فيها استجابه، وبالتالي مهما حضرتك تعمل الفيستولا مفيش اشارات عصبيه. يبقى يا سمول فيستولا، يا مقفوله بالكوليستياتوما، يا ديد اير ملهاش استجابات عصبيه، يا اما اخر واحده دي اغلس واحده انكمبليت سيل. لما تيجي حضرتك تستخدم النيوماتيك اوتوسكوبي لازم الاوتوسكوب يبقى جوه بالكامل، عشان لما تنفخ الهواء الهواء يبقى كله على الاير درام. اما لو حضرتك سايب شويه مكان حوالين الاوتوسكوب بتاعك، فالهواء اللي حضرتك بتعمل له بوشنج هيطلع من بره الاير كانال، يعني في هواء هيتزق صحيح على الميدل اير والاير درام، بس الاغلبيه هيخرج من الفتحه اللي حوالين الاوتوسكوب بتاعك. عشان كده وانت بتعمل نيوماتيك اوتوسكوبي لازم تعمل كومبليت سيل، تطمن انك قافل تماما الكنال، مش سايب فرصه للليك بتاع الاير، لان في هذه الحاله ممكن ما يحصلش الفيستولا ساين، العيان ما يبقاش عنده ديزنس ولا نستاجمس، ويبقى اسمها فولس نيجاتيف فيستولا على الرغم من انها موجوده. السؤالين دول سؤالين شفوي، ازاي تقيلاست فيستولا ساين تعرف انها بوزيتيف، انك تعمل ده او ده او ده، وساعتها العيان بيدوخ، وساعتها العيان بيبقى عنده نستاجمس. يسالك يا دكتور النستاجمس لاي اي ودن، تقول له towards the diseased ear، لانه يا دكتور irritative. طيب، وقال لك سؤال تاني، طب في يا دكتور لو في فيستولا ممكن حضرتك ما تعرفش تكتشفها، فولس فيستولا نيجاتيف فيستولا تيست، تقول له لو كانت سمول، لو كان كذا، لو كان كذا، لو كان كذا. طيب، ايه البيكتشر بتاعت السيرس لابرينثايتس؟ المرة دي بقى هيبقى continuous و spontaneous vertigo. continuous و spontaneous vertigo، continuous و spontaneous nystagmus. والعيان ده عنده nausea و vomiting لأن الليك شغال والانفلاميشن موجود والعيان مشكلته مستمرة. لكن العيان ده reversible. على الرغم من كل اللي عنده لكن reversible لأنه serious. يبقى عنده sensory hearing loss وعنده vertigo مع nausea وvomiting وعنده nystagmus spontaneous مش elicited، يعني مش مستنيك تعمل له فحص، هو عنده. طيب والاتجاه بتاع النستاجمس ايه؟ برضو irritative towards the diseased ear، towards the diseased ear. خلاص فهمتني ازاي؟ طيب التالت بقى suppurative labyrinthitis، ده برضو continuous ومعاه nausea وvomiting والnystagmus والvertigo بشعين وspontaneous، مش محتاج ان هو يبقى elicited nystagmus، بس المرة دي towards the normal ear. عايز افهمها دي بقى، وعايز افهم كلمة paralytic، لان الودن بقى فيها اللابرنث، بقى فيه باس وبقى بيعمل destruction، الودن ماتت وبالتالي مبقاش فيها اشارات بتخرج منها، وبالتالي الاشارات بقت بتروح منين؟ بقت بتروح منين يا دكتور؟ بقت بتروح من النورمال اير. فالنستاجمس يروح فين؟ ناحية الودن اللي شغالة. الاتنين اللي فاتوا كانت الإشارات العصبية أكتر وأسوأ في الودن الديزيزد، فكانت إريتيتف، فكانت العين تروح لها تلحقها. لكن المرة دي الودن دي لأن فيها باس بقت باراليتك، مبقاش فيها إشارات. فالعين تروح فين؟ تروح ناحية الودن النورمال، عشان كده سميناها paralytic. طيب العيان ده كمان عنده sensory hearing loss بس irreversible لان حصل destruction of the neuroepithelium. طيب والdifferentiation بينهم بعرفه ازاي بقى؟ هعرف ازاي دي serious ولا suppurative؟ قال لك للاسف differentiation is retrograde retrospective. اديت للعيان دواء فخف يبقى كان serious، اديت للعيان دواء والsensory neural hearing loss بتاعه والdizziness ما تصلحوش يبقى العيان ده كان subcurative labyrinthitis، يبقى ما اقدرش ادفرنشيت اون ذا كورس، انما اقدر ادفرنشيت بعد العلاج. لو العين خف يبقى سيرس، ما خفش يبقى subcurative labyrinthitis. خلاص فهمتني ازاي؟ اوكي. Investigations audiometry conductive hearing loss او mixed hearing loss في حالات الديفيوز labyrinthitis سواء سيرس او subcurative.
culture sensitivity of the discharge. وCT scan mandatory to exclude other complications. حاجات عمري ما أنساها. طيب treatment كمان مرة hospitalization complication يبقى hospitalization وانتيبيوتكس. خد بالك من الكلمة crossing blood-brain barrier. ليه بقى؟ ما أنا قلت لك بقى ده track للmeningitis والintracranial. يبقى لازم أدي كيفالوسبورينز مثلا. الكيفالوسبورينز الكلورامفينيكول السلفا الحاجات اللي بتعدي blood-brain barrier. ولازم تديله حاجات تهديه لأن العيان ده بيبقى من كتر الديزنس خايف ومرعوب والدنيا بتقلب بيه. لازم اديله سيداتيفز زي الدازيبام تهديه. لازم اديله انتي فيرتيجو زي الدرامامين. لازم اديله انتي ايماتكس عمال نوزيا وفوميتنج زي كلوروبرومازين. طيب العيان بعد ما الدنيا دي تبدا تتحسن معاه لازم اروح للسيرجيكال تريتمنت. والسيرجيكال تريتمنت بتاعي راديكال ماستويدكتومي لان اشهر الاسباب كوليستياتوما زي ما اتفقنا. لو فيستولا يا دكتور ما ينفعش اسيبها بقى، لازم اغطيها بتمبوراليس فاشيا جرافت. يبقى بعمل راديكال ماستويدكتومي ثم اتبع بقيه الخطوات. راديكال ماستويدكتومي ولو في فيستولا اغطيها بتمبوراليس فاشيا جرافت. طيب لو في سابوراتيف لابرينثايتس هعمل ايه؟ هعمل لابرينثكتومي، اشيل اللابرينث. لو سيرس غالبا هيتحسن، اتفقنا ريتروجريد. انما سابوراتيف لابرينثايتس ساعتها اعمل لابرينثكتومي. زمان ده كان الميجر الاساسي، انما حاليا مع الانتيبيوتكس الكتيره القويه نقدر حتى في السابوراتيف لابرينثايتس نقدر ندي الانتيبيوتكس نكونترول الكونديشن ونفضل محافظين على الكوكليا لان ممكن العيان ده ينفع له كوكليار امبلانت، يعني بوسيبل كوكليار امبلانتيشن. يبقى هنقول كمان مره السيرجيكال راديكال ماستيدكتومي لو قابلتك فيستولا غطيها بتمبوراليس فاشيا جرافت، ولو كان العيان ده سابوراتيف زي ما اتفقنا ريتروجريد انا بكتشفه بعد ما ادي الدواء لقيت العيان الهيرنج بيتحسن يبقى كان سيرس ومش هيحتاج حاجه اكتر من الراديكال ماستويدكتومي. لكن لو سابوراتيف والهيرنج ما اتحسنش ساعتها حضرتك هتعمل لابرينثكتومي عشان تريحه من الديزنس العنيف اللي موجود عنده. وده نوت دان ناو دايز علشان بنحاول نخلي الكوكليا از ماتش از وي كان فور بوسيبل كوكليار امبلانت. ده كان درس البتروزايتس واللابرينثايتس. ان شاء الله هنستكمل بعدين في بقيه الكومبليكيشنز. احنا كده خلصنا الكرينيال او تيمبورال كومبليكيشنز. البروجنوزس في سيرس لابرينثايتس از فيري جود. البروجنوزس في سابوراتيف لابرينثايتس بيرمننت هيرنج لوس، وده اللي احنا قلنا عليه بنحتاج له اب تو لابرينثكتومي. محاضره النهارده خلصت واتمنى تكون وصلت تمام. وثانك يو سو ماتش.